حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية. ورغم اختلاف المطالب بين جمهور التيار الصدري وجمهور الإطار التنسيقي، تتشابه يوميات المعتصمين قرب المنطقة الخضراء وفي داخلها، إلا أن الخلاف بين القيادات تنامى ووصل إلى المشاريع وآليات حل هذه الأزمة التي طال أمدها إلى درجة تنذر بمخاطر سياسية وحتى اقتصادية مع استمرار تعطيل عمل السلطة التشريعية، وهذا ما يرفضه معتصمو دعم الشرعية ومطالبتهم بتشكيل حكومة وفق السياقات الدستورية والقانونية، وهذا ما أكده الإطار الشيعي كحل للخروج من الأزمة وسبيل لتلبية مطالب التيار الصدري ولكن بالطرق القانونية والدستورية. هذا الحل يجب أن يبدأ بالحوار ولا غير الحوار، فلنتابع. على طاولة واحدة اجتمع قادة الكتل السياسية في بغداد داخل القصر الحكومي، فاتجهت غالبية القوى السياسية التي تتصدى لمسؤوليات الخروج من الأزمات التي أغرقت البلاد بين تلاطم أمواجها إلى الحوار، فقد عادت بوادر التوافق مع الإطار الشيعي من قبل المكونين السني والكردي على خلاص البلد من الأوضاع الراهنة والخروج بعدة توصيات حرصا على العمليات السياسية. فقد اجتمعت الأقطاب تحت سقف التقارب بينهم تمخضت عنه جملة من القرارات، أولها ضرورة العبور من الأزمات عن طريق الحوار الجاد والاحتكام إلى الدستور في كل التحركات بما فيها حماية الممتلكات الحكومية، وكذلك دعا المجتمعون إلى إيقاف التصعيد بكل أشكاله منها الميداني والإعلامي والسياسي. ومن ضمن ما خرج به المجتمعون هو دعوة السيد الصدر إلى الحوار والتفاهم لئلا يستمر الانشقاق داخل البيت السياسي بعدما أعلن مقاطعته للاجتماع، إذ لم تفض محاولات الوساطة ودعوات الحوار إلى نتيجة مع تمسك التيار الصدري بإعادة الانتخابات وقبول الإطار الشيعي بذلك وفق شروط معينة وضعها الإطار. فهذا الاجتماع حظى بإشادة المراقبين للأحداث السياسية واصفين ذلك بالضرورة القصوى للوقوف على أسباب انبثاق الأزمات وكيفية معالجتها ووجوب الاستمرار بالحوارات حتى الوصول إلى بر الأمان للعملية السياسية وإنهاء الفتن بين أبناء الشعب الواحد. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل التغطية نرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين دكتور أسامة السعيدي. أهلا بكم دكتور، ضيف كريما. كما نرحب بعضو تحالف الفتح السيد جبار معموري، انضمنا بالصوت والصورة مباشرة من ساحة الاعتصام أمام الجسر المعلق في المنطقة الخضراء أو أمام المنطقة الخضراء. أهلا بكم سيد جبار، وأبدأ معك دكتور أسامة. الحوار الذي طال انتظاره ما بين القوى السياسية، كان هناك يعني تلبية من أغلب القوى السياسية، لكن بالنسبة للتيار الصدري لماذا قاطع هذا الحوار وتأكيدات أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة؟ نعم، شكرا جزيلا لحضرتك ولضيف الكريم ولا مشاهدي قناة الأيام. يعني ابتداء أكيد عندما أنت تكون ما بين طرفي أزمة لابد أن تكون لديك سقف مطالب عالية وأن تتجنب الحوار وتتجنب اللقاءات وتبقى تعلق وتبقى تراقب، وأنا أعتقد هذا الاتجاه اللي أخذه تقريبا التيار الصدري طيلة الفترة الماضية باعتبار أنه هو الطرف اللي بادر في أنه يبدأ بالاعتصام وهو الذي يبدأ بالتظاهر وهو الذي يبدأ بالاعتراض. نعم. القضية الأخرى المهمة أنه هذا الاجتماع وإن لم يحضر التيار الصدري لكن هو علم بمخرجاته من خلال وسائل الإعلام، وأيضا أعتقد علق أو علق عليه أحد المواقع التابعة علق أو المحسوبة برفض مخرجات هذا الحوار. نعم، لكن في العموم الرسالة وصلت، يعني بما معناه انه ما تمخض عن هذا الاجتماع لانه هو تقريبا ضم كل الكتل السياسيه، ضم الرئاسات الثلاث القضائيه التنفيذيه التشريعيه، رئاسه الجمهوريه، ضم كتل سياسيه، حضور ممثله الامم المتحده السيده بلاسخارت، لذلك اعطى نوع من الثوابت، اعطى نوع من المقدمات يمكن ان نقول انها مقدمات للحل. وان لم يعني طبعا لو كان حضر التيار الصدري كانت الامور قد تكون افضل او تاخذ منحى للحل نحو الازمه، وان لم يحضر التيار الصدري لكن انا اعتقد كانت اكو رساله وعلق التيار من خلال احد مواقع التابعه له على هذه الرساله، وهذه اعتقد مساله في غايه الاهميه. انا اعتقد الراهن اليوم على خطوات اللي يمكن يتخذها السيد هادي العامري.
اليوم الخطوات اكو حوارات، اكو لقاءات، اكو عمل باتجاه ان يكون هناك لقاء ما بين السيد مقتدى الصدر وما بين السيد هادي العامري. نراهن على هذه الخطوة، هذه الخطوة إذا ما حصلت في كل الأحوال أنا أعتقد يمكن أن تكسر حالة الجمود الحاصل، حالة الرفض الحاصل من قبل التيار المتعلقة برفض الحوار، رفض التواصل ما لم يتم هناك حل لمجلس النواب. اليوم أكو تستشف أكو ترحيب حتى بالتغريدات سواء كان من موقع السيد مقتدى الصدر أو حتى من المواقع التابعة أو المحسوبة على السيد مقتدى الصدر أو تيار صدري، بأنه هو نوعا ما يرحب بالسيد هادي العامر ويرحب بشخصه ويرحب نوعا ما بتحركاته مع بعض التحفظات قد تكون. أنا أعتقد كل ما صدر من تصريحات هو طبيعي في خضم الأزمة. المهم أكو اتفاق على ثوابت كلا الطرفين سواء كان التيار والإطار، كلا الطرفين هو عدم أو حرمة الدم العراقي، عدم حصول تصادم، عدم حصول مشاحنات على مستوى الجمهور. انا اعتقد هاي طيب ممكن يصير تصادم ومشاحنات مقابل ان الطرفي هذا الخلاف هم متفقون، يعني ماكو يعني خلاف يمكن على قضيه حل البرلمان، لكن كلا الطرفين عندهم شروط يمكن مختلفين فقط في الاليات. اعتقد هو هذا القضيه بالتوقيت، انه الاطار قد يكون عنده رؤيه بانه يكون حل البرلمان ما بعد مرحله انتقاليه مع ما بعد تعديل لقانون الانتخابات، قد يكون حتى اجراء احصاء سكاني. هذا بالنسبه للاطار، اما التيار لا، يطالب بان يكون اول جلسه تعقد لمجلس النواب هو ان يعلن حل نفسه والبدء بانتخابات مبكره. انا اعتقد هذه المساله يمكن ان تحل من قبل السيد هادي العامري اذا ما وصلنا الى رؤيه منطقيه وبكل موضوعيه، انه اعاده الانتخابات بنفس القواعد اللي بنيت عليها الحاليه لن يؤدي الى حصول تغيير كبير بصراحه، لانه احنا من البدايه كنا نقول كمتابعين بصرف النظر عن الان يعني خلينا نقول الخلاف الحاصل ما بين التيار والاطار، لكن قلنا من البدايه يا اخوان ترى ماكو اي قانون انتخابات، ماكو انتخابات بدون احصاء سكاني، خاصه هذا القانون هو مبني على اساس الدوائر المتعدده. اليوم ما بعد هاي الانتخابات تكشفت لنا عندنا مشاكل فنيه. طيب يعني افهم كلامك ان هناك تفاصيل دقيقه اخرى تجب معالجتها قبل حل البرلمان. طبعا طبعا هاي مساله ضروريه. تفاصيلها اكثر، لكن رحب مره اخرى بعضو تحالف الفتح السيد جبار المعموري مباشرة من ساحة الاعتصام. أهلا بكم سيد جبار مرة أخرى، وبداية إلى متى يعني سيستمر اعتصام دعم الشرعية والدولة مقابل تعطيل السلطة التشريعية وتعطيل عمل البرلمان حتى الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا مشاهديكم وضيوفكم الكرام. شكرا. واقعا نحن نعتصم هنا على أسوار الخضراء ومستمرون بهذا الاعتصام لحين تحقيق مطالب المعتصمين. المعتصمون هنا حضروا ليقولوا كلمتهم، نحن مع حفاظ على هيبة الدولة والقانون والدستور وكذلك تقديم الخدمات من قبل حكومة منتخبة من قبل الشعب، ولذلك نحن نقول كلمتنا هي أن نعم للقانون ونعم للدستور ونعم لحماية مؤسسات الدولة، ونرفض كل الرفض الاستقواء بطريقة غير قانونية، أي مجموعة تأتي وتسيطر على مجلس النواب بطريقة غير شرعية. نعم نقول لهم نحتكم إلى القانون والدستور ونجلس على طاولة الحوار أخوة أحبة متحابين فيما بيننا، لا، ونرفض كل الرفض أنه الطريقة اللا قانونية واللا شرعية التي هم فيها. نعم. طيب سيد جبار، يعني أنت ذكرت نقطة مهمة هي قضية الرغبة بالحوار، لكن بالنسبة لمطالب المعتصمين والقوى السياسية الممثلة للإطار الشيعي عندها يعني قابلية للمساومة مقابل حل هذه الأزمة بالحوار؟ نعم، الإطاريون قادات الإطار هم لديهم خبرة متراكمة وطويلة ولديهم صبر كبير، وحواريون إطاريون حواريون، وحوارهم حوار نابع من المحافظة على الدم العراقي، المحافظة على التشيع، وكذلك المحافظة على الدم العراقي من أن لا سمح الله أن يكون إلى منزلق، ولذلك همهم الوحيد هي حكومة وآم وحكومة محبة وحكومة
تفاهم وحكومة خدمة لشعبنا العراقي، وحكومة أنه دائما همها المحافظة على الدستور والقانون، ولذلك الحوار مستمر إن شاء الله، وهو الطريقة الناجعة والطريقة الصحيحة، والجلوس إلى طاولة الحوار، وأيضا فتح مجلس النواب المؤسسة التشريعية ليكون إن شاء الله انطلاقة للحوار. الحوار من خلال المؤسسة التشريعية، لا الفوضى، لا السيطرة عليها بطريقة غير قانونية أو حصارها أو التمرد عليها. نعم. طيب سيد، ماذا عن قضيات يعني الخلاف ما بين قوتين شيعيتين تمثلان المكون الأكبر؟ يعني هذه القوتين، يعني هل وصل الخلاف أو الخلاف هل هو فقط في آليات حل هذه الأزمة وإدارة العملية السياسية بالمرحلة الراهنة، لوصل الخلاف إلى خلاف مشاريع؟ نعم، كما لا يخفى بأن الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي هم أخوة وأعزاء، وكذلك همهم الوحيد أن يوصلوا إلى خدمة، كما يدعون أنهم مصلحون. التيار الصدري يقول نحن الإصلاح، نحن ثورة الحسين للإصلاح. كيف لا. أنه يعقل أنها ثورة الحسين وهي بهذه الطريقة تهيمن على مجلس النواب بطريقة غير شرعية، تحاصر المؤسسات الشرعية؟ نقول نعم، ثورة الحسين خرجت للإصلاح، خرجت لا للظلم، لا للبطر، لا للفساد، لا 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 الآت التي خرج من أجلها الحسين عليه السلام، وهي مناصحة القوم، الجلوس أنه. لذلك نقول للمصلحون الذين يدعون بأنهم ثورة الإصلاح، يجب أن يجلسوا إلى طاولة الحوار وأن يتفقوا على المشتركات، ويتركوا نقاط الخلاف التي تؤدي إلى الانزلاق لا سمح الله إلى الهاوية. ولذلك اليوم هذا السيد هذا العامري ذهب أبعد من ذلك، ذهب إلى غير إلى السيد البرزاني، ذهب لا. إلى الكتل الأخرى عزم والسيادة، ثم جلس مع الجميع يريد أن يحاورهم جميعا. ولذلك إن شاء الله الحوار هو الطريق الفيصل، وهو الطريق الأنجع، وهو الطريق التي يجب أن نتفق عليها جميعا. نعم، سوف نجلس تحت قبة البرلمان ونتحاور، وننطلق من قبة البرلمان لحلول أوسع إن شاء الله فيما بين التيار والإطار. طيب سيد جبار، إذا كان الخلاف يعني فقط في آليات حل هذه الأزمة، قضية حل البرلمان، قانون الانتخابات، تغيير المفوضية أو غيرها، ليش التيار مقاطع إلى الحوار أو مقاطع إلى هذه الدرجة لأي بادرة حوار حتى الآن؟ نعم، مع الأسف التيار الصدري العزيز دائما يريد الأمور كلها تسير بالطريقة التي يراها هو، التي يراها هذه الطريقة التي يراها مرفوضة من قبل المكونات العراقية جميعا، مرفوضة من السيد البرزاني، مرفوضة من السيادة وعزم. لذلك الجميع رفضوا إلا وفتحوا باب الحوار، والجلسة والاجتماع الأخير للسيد الكاظمي كانت واضحة، دعوة للحوار ودعوة منه، ولذلك الجميع جلس تحت طاولة الحوار إلا التيار الصدري فامتنع من الحضور. ولذلك دعوة من المعتصمون، دعوة من أبناء الشعب المعتصم الآن في أسوار الخضراء إلى التيار الصدري العزيز أن يجلس إلى طاولة الحوار وإلى النقاش، ويجب أن يخضع لإرادة الشعب العراقي. نعم، الشعب العراقي كله جلس على طاولة الحوار إلا التيار الصدري فامتنع من الجلوس، ولذلك ندعوهم إن شاء الله عبر المعتصمين على أسوار الخضراء بأن يأتوا ويجلسوا، ويكون همهم الشعب، لا همهم المناصب، لا همهم المكاسب الضيقة كما هم الآن عليها في الدولة العميقة التي نسمع هنا وهناك هنالك سيطرة على المال العام، وهنالك استحواذ بطريقة غير شرعية عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرها، لا نسمي الأسماء، ولكن نريد أن نقول ما سمعناه وترشح عبر الإعلام أن هنالك أموال ومليارات من الأمن الغذائي مخصصة لا نعلم أين تذهب وأين سوف يؤول مسيرها. لذلك نرفض جملة وتفصيل أن هذه الفوضى في الدولة العميقة التي يسيطر عليها التيار الصدري الآن. نعم.
عد لك دكتور أسامة، يعني اتهامات متبادلة ما بين الطرفين، الطرف الآخر بفرض الإرادات السياسية، لكن فعلا من يفرض إرادته على الآخر؟ هل يحق أصلا لأي طرف إن كان من الطرفين المتخاصمين حاليا فرض إرادته على الآخر؟ يعني أولا مؤسف أن تصل الأمور إلى هذا المآل. يعني تعرف المكون السياسي الشيعي هو المكون المجتمعي الأكبر، وبالتالي ممكن تمضي العملية السياسية من دون اتفاق بصراحة. يعني احنا شهدنا في مراحل تاريخية سابقة من عمر العملية السياسية أنه الكرد مثلا كان يصير بخلاف بيناتهم، أو المكون الكردي كله يعتزل العملية السياسية، كانت الأمور تسير. المكون السياسي السني كان أكو طرف مؤيد للدولة وطرف غير مؤيد، كانت الأمور تمضي دون تعطل. لكن عندما يختلف المكون الأكبر أكيد راح يوقف ويفرمل الدولة بأكملها، وبالتالي احنا الان هذا هو اللي حاصل، انه المكون السياسي الشيعي باعتبار الكتله المجتمعيه الاكبر والكتله السياسيه الاكبر داخل المجلس النواب وداخل العمليه السياسيه، عندما اختلفوا الان توقف كل شيء، وبالتالي هذا مو في مصلحه البلد. يعني الان احنا طيب مع احترامنا لمطالب الخلاف الشيعي الشيعي اليوم هو ما وضع البلد امام مخاطر سياسيه واقتصاديه وامنيه وغيرها، من يتحمل مسؤولية هذه المخاطر؟ هي هاي النقطة المسؤولية، مع احترامنا لمطالب وتوجهات التيار، لمطالب وتوجهات الإطار، لكن اليوم اكو شيء اسمه مصلحة بلد، اكو مكانة بلد، اكو مكونات اخرى، اكو اطراف بالضبط اطراف سياسية اخرى احسن. ما راح تحمل المكون الشيعي ككل مسؤولية؟ هو هذا الحاصل، لان يعني البعض الان يسأل يقول لك انه ليش باقي المكونات مثلا متفرجة؟ ما هي شو تريد تسوي؟ هي تروح مع هذا الطرف راح يزعل هذا الطرف، تروح مع هذا الطرف يزعل هذا الطرف، لذلك انا اعتقد إعادة حلحلة الأمور هي باتجاه معالجة خلي يعني يتحملوني كل الأطرافين، يعني باعتبار أنا محايد، حلحلة إعادة معالجة الأخطاء السابقة. إحنا اليوم اللي نعيش نتاج خطأين، الخطأ الأول أنه التيار الصدري بعد أنه ما نجح في موضوع حكومة الأغلبية الوطنية بادر إلى الاستقالة، والاستقالة هي كانت خطأ. أنت حتى وإن ما نجح مشروعك اللي كنت تنادي به كان المفروض ما تستقيل وتبقى داخل قبة مجلس النواب، على الأقل أنت راح تبقى تتابع وتراقب وتمارس مهامك وأدوارك المفترضة كأي نائب، سواء كان بالرقابة أو بالتشريع. هذا الخطأ الأول، لأن احنا اترك لك فراغ داخل قبة البرلمان تحت أي ظرف، وإن كانت هناك من الناحية القانونية كانت اكو شنو؟ اكو نواب بدلاء واكو تعويض. الخطأ الثاني اللي حصل هو كان من الخطأ الأول كان من التيار، الخطأ الثاني هو كان من الإطار. قلنا لهم يا أخوان أنه مو ما راح تمضي الأمور بانسحاب التيار الصدري من العملية السياسية أو من قبة، ما راح تمضي الأمور. الإطار اعتقد أنه يمكن أن يسير ويمضي بتشكيل الحكومة دون وجود التيار، وهذا الأمر اللي ما حصل. وبالتالي شوف أنه إحنا ما مجرد بمجرد أن طرح السيد محمد الشياع السوداني نزل التيار إلى الشارع. لذلك اليوم اللي دي يصير هي عملية معالجة، إحنا عندنا بديلين لحل الأزمة أو خيارين، مع اتفاقنا أنه إحنا رح يصير انتخابات مبكرة، هذا مبدأ من تي من عنده. لكن يا أما بعد حل البرلمان، قبل حل البرلمان، لا هاي الخيارين قبل حل البرلمان. طبعا الخيار الأول هو ما يقوم أعتقد به حسب معلومات البسيطة ما يقوم به سيد هادي العامري، وهو الاتفاق على طريقة لحل وسط، أو خلينا نسميه لرئيس وزراء وسط. هذا يمكن، يعني ممكن الإطار الشيعي يغير المرشح؟ ممكن إذا كان يعني تقديم مرشح يكون مقبول تسوية. مقبول بالضبط، مقبول من قبل التيار الصدري أو مقبول من السيد مقتدى الصدر، وبالتالي حتى تمضي الأمور. هذا خيار معالجة الخطأ الثاني. معالجة الخطأ الأول هو أن يعود التيار الصدري إلى قبة البرلمان، لأن اليوم التيار الصدري ليش دا يطالب؟ أكو ربما موانع دستورية أو قانونية؟ لا هسه هو يعني هي حتى الاستقالة قد تكون بها ثغرة من الناحية الشكلية، من الناحية يعني أنت ماكو استقالة، أكو نواب بدلاء صعدوا مكانهم وغدوا، ما هو إذا طعنت بالأصل راح يعني يبطل بالضبط التعويض أو التبديل. يعني أنت حتى الاستقالة ماكو استقالة أنه أنت تقدم استقالة وتقعد على ميز رئيس مجلس النواب تقول يلا وقع وافق على الاستقاله، يعني هذا حتى من الناحيه القانونيه ما كان اجراء بصراحه يعني دقيق من الاخوه الصدريين. الاستقاله يفترض تاخذ اجراءها القانوني، تاخذ مدتها الزمنيه، رئيس مجلس النواب قد يعرضها على مجلس النواب، ماكو انه انا اقدم لك استقاله واقعد داني على الميز اقول لك يلا وقع. يعني افهم انت كاستاذ علوم سياسيه او قانونيين ايضا بديتوا تلقون ثغرة حتى تتحل هذه موجودة الأزمة السياسية؟ موجودة، لا تريد تطعن هسه في المحكمة الاتحادية وتطعن حتى إلى دار رئاسة مجلس النواب. طيب. ممكن يعاد، لأن هسه اليوم السؤال المنطقي التيار الصدري، أنا أقول لك هسه أنا كمراقب أقول لك طبعاً التيار الصدري يريد ينحل مجلس النواب اليوم قبل باكر، لأن هو ما موجود بمجلس النواب، فطبعاً لازم هو يحله ويطالب بالإصلاح وبالتغيير، فلذلك احنا نعيدهم إلى مجلس النواب يعادون مرة ثانية، راح تتوازن الأمور ذاك الوقت نفكر بالخطوات اللاحقة.
اما طبعا وفق هذه المعطيات انا اقول لك لا يمضي لا يمكن ان يمضي التيار من دون الاطار ولا الاطار يمكن ان يمضي من دون التيار. يعني الطرفين انا اعتقد خليهم في بالهم هذا الموضوع، مو ممكن تلغيهم. يعني هو حتى التيار الصدري الان بده يطالب بانتخابات مبكره. السؤال انا اساله انه انتم راح تلغون تقدرون تلغون الاطار من المرحله السياسيه القادمه؟ واليوم الاطار التنسيقي من مضى، الاطار التنسيقي حاليا يرفض اصلا اخراج التيار الصدري من العمليه السياسيه. يعني دا استفهم باستفهام بطريقه الجواب. القضيه الاخرى انه الاطار انت شافوا نفسهم انهم ما قدروا يمضون بالوضع من دون التيار، اذا الطرفين عليهم ان يفكروا بهذه الشراكه. الشراكه اللي قد تكون انت خلينا نقول بصراحه انه ما عاد واحد يطيق الاخر، لكن هاي شراكه واقعيه. هاي المفروض أخوة بحكم الواقع. طيب اعود لك سيد جبار، هم ما زلتم مصرين على تشكيل حكومه خدميه جديده اعتمادا على رغبات جمهوركم والمعتصمين حاليا معك في ساحه الاعتصام، وكذلك عدم التمديد لحكومه الكاظمي؟ نعم نعم، الان جلسه الحوار الاخيره اتضح للشعب العراقي بان الكاظمي هو من دعا اليها، والجميع جلس على طاوله الحوار، وكانت الرساله واضحه الى التيار الصدري العزيز بانكم ايضا نحن امام انفتاح وامام تغيير بالمعادله الجديده. مخرجات الجلسه الاخيره كانت واضحه والرساله وهي عمليه اجماع عراقي الا التيار الصدري الى التيار الصدري العزيز بانكم انتم في عزله الان اصبحتم، ولذلك نحن جاهزون امام مخرجات جديده، امام اتفاقات جديده، ولكن انتم ما عندكم حلحله في الموضوع، ما عندكم خيار الا ان تقاطعوا العملية السياسية، إلا أن تقاطعوا شو اسمه، إلا أن تريدوا أن تغيروا المنظومة السياسية إلى منظومة أخرى. نلاحظ أبواق وإعلام البعض كان حاضرا مع الأسف، كان يدير كل هذه التظاهرات الصدرية، وكان واضحا عملية الشكر من قبل الوزير القائد وغيرهم إلى هذه القنوات وإلى هذه الأبواق الصفراء، وكلنا شهد الحضور البعثي الواسع حزب البعث في هذه المظاهرات، وهم كانوا يديرون هذه الدفة مع الأسف، ولذلك العملية السياسية في خطر. نقول لشعبنا العراقي الاجتماع والحوار الأخير كانت رسالة جيدة إلى التيار الصدر العزيز أن يأتي، وهنالك تغيير في الأفق، تغييرات جديدة في صالحهم، ولكن لم يحضروا مع الأسف. ولذلك زيارة السيد الحكيم إلى السعودية كانت رسالة واضحة إلى التيار الصدري بأن المحيط الإقليمي أيضا مع 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 الإطار ومع مخرجات الإطار الأخيرة. ولذلك نقول للتيار الصدر العزيز الباب مشرعة ومفتوحة أمام طاولة الحوار وأمام الأخوة والمحبة، وأنكم أخوة ولا يمكن أن نفرق بين الإطار والتيار. نحن الجماهير المعتصمون هنا نقول بالوحدة والوئام، ونقول بخروج المتظاهرين من باحة الخضراء، وأن هؤلاء الانقلابيون خرجوا على العملية السياسية يجب أن يخرجوا ويحتكموا إلى الدستور والقانون، ويتركوا المؤسسات التشريعية منها مجلس النواب وغيره أن يأخذ دوره ونشاطه. وأهلا وسهلا بالتيار الصدر العزيز في حواره معنا. طيب سيد جبار، الحوار هو بحاجة إلى تنازلات، هل ما زلتم مصرين على مرشحكم السيد محمد الشياع السوداني لو أكو مرشح بديل أو مرشح تسوية؟ رسالتي من هنا من المعتصمين ما يخدم شعبنا العراقي نحن معه، لما نقول تنازلات، وانما ان شاء الله همنا الوحيد كمعتصمين هو الوئام والمحبه مع اخواننا في التيار الصدري. رسالتنا الى الصدريين رساله طمأنه، رساله محبه، رساله اخوه. نحن هنا لسنا ضد تيارنا العزيز التيار الصدري، ولكن نقول للانقلابيين الذين دخلوا باحة الخضراء أن يتركوا الخضراء أولا، أن يكونوا إلى جانب إخوانهم المعتصمين من الإطاريين. يجب نحن نقول كلنا أخوة، نحن في أيام محرم الحرام، في أيام قرب زيارة الأربعين، وهم يعتصمون بشكل غير شرعي ويحاولوا أن يعرقلوا زيارة الأربعين عليهم السلام القادمة. هنالك زائرين لنا من كل بلدان العالم ينظرون إلينا بأنه يجب أن تؤمن الطرقات،
يجب أن يأتي الزائر بطريق سلس إلى زيارة الإمام الحسين. ونحن اليوم ناصبين خيمنا على أسوار الخضراء والانقلابيون داخل الخضراء، ولذلك يجب أن نهتم بزيارة الأربعين أولا بزيارة إمامنا الحسين. إذا نحن إصلاحيون، إذا نحن مع الحسين عليه السلام، لا أن نأتي لكي نلهي جمهورنا، لكي نلهي شيعتنا بهذه الخزعبلات وندعي ما ليس بحقنا بأنه حقنا. لذلك نقول طيب. للتيار الصدر العزيز أن الباب مشرع إليكم للحوار، ونحن أهلا وسهلا بكم على طاولة الحوار التي دعا إليها السيد هادي العامري وإخوانه والسيد الكاظمي. أخيرا كلنا معكم أيها الأعزاء، ولكن اتركوا الخضراء وتعالوا إلى الحوار، إلى جلسة الحوار وإلى جلسة التفاهم والمحبة والأخوة. دكتور أسامة، ما الذي مثله حضور القوى السياسية الأخرى غير التيار اللي قطع جلسة الحوار اللي دعا إليها السيد الكاظمي؟ القوى تحالف سيادة، القوى السنية، وكذلك القوى الكردية، وخصوصا الحزب الديمقراطي. يعني كل الأطراف تشوف الواقع أنه لابد أن يكون هناك التئام، لابد أن يكون هناك لقاء، لابد أن يكون هناك اتفاق. احنا يعني بصراحة رؤية الكتلة الصدرية بحكومة الأغلبية، أنا قلتها من البداية مو الآن، يعني قبل تصير الاعتصامات، من كان المشروع مطروح من قبل الأخوة الصدريين، قلت لهم يا أخوان ترى مو ممكن تحقق حكومة الأغلبية، مو لأن مو ممكن لأن ماكو إرادة، لا، السبب لأنه اكو موانع دستورية. احنا دستورنا صمم على أساس توافقي، دستور عام 2005، وبالتالي أنت من صممت على أساس التوافق، الآن تريد تغير، تريد تسوي أغلبية، كون تسوي تعديلات بالدستور. وهذه التعديلات مو فقط تشمل تعديلات تشكيل الحكومة، وإنما كل التعديلات المتعلقة بأنه ما ممكن تمرر إلا بأغلبية الثلثين. ما هو ما يقول لك بالتوافق، يعني يقول البعض هو الدستور مالتنا وين بيكو كلمة توافق؟ ماكو كلمة صريحة. هو الدستور المشرع ما كتب توافق صريحة، لكن من يقول لك بأغلبية الثلثين يعني شنو معناته؟ معناته يقول لك توافق. أنت شلون تحقق ثلثين؟ ماكو هذا. بس لو قايل لك بالأغلبية أو الأغلبية البسيطة معناته هذا يريد أغلبية. احنا لذلك يا اخوان تردون تصلحون النظام السياسي، عدلوا الدستور، لا تقفزون على الدستور. كيف يتم تعديل الدستور؟ مو لازم انه نشكل حكومه ويعقد البرلمان يعود الى عقد جلساته. هو الكل متفق استاذنا الغالي، الكل متفق. انا ارجع واقول لك، انا اتحدث بمعزل عن اعتصام اعتزازنا للكل جميع، سواء كان التيار او الاطار. اليوم الشارع العراقي المستقل اللي نسبته 65% وقد يكون اكثر، هسه تقول منين جبت هاي النسبه؟ راح اقول لك نسبه الذين لم يشاركوا، تحسب المستقلين، الذين لم يشاركوا، المقاطعين، المعترضين، اذا تحسب القوى السياسيه الاخرى غير الشيعة. انا شنو اللي ارد اوصل لك اياه؟ انه هاي 65% هي من كل الاطياف. نعم. اللي هم وصلوا الى قناعه من العزوف ومن الياس وعدم القناعه بالمشاركه. نعم. هذول الشيء يعيشون حاله احباط من هاي الحكومه، يعني الكل كانوا ما طيب هو الاحباط اصلا موجود. لا احباط الخلافات لا اي درجه راح يتعمق هذا الاحباط. ليش صار اكثر عن هاي الحكومه؟ لان هاي الحكومه يفترض جتي بعد تظاهرات واحداث تشرين، وعلى اعتبار انه هاي الحكومه راح كانت هدفها وكل الناس يتوقعون انه هي راح تقضي على المحاصصه، وبعد ما كل مواقع الا على اساس الوزن الانتخابي والوزن السياسي. وكل هذا ما حصل، كل المواقع تقسمت على اساس مكوناتي وعلى اساس حزبي وعلى اساس طائفي، وكل هذا ما حصل. وجدت الطامة الكبرى اللي أثرت على كل العراقيين وبدون استثناء، وهو موضوع رفع سعر صرف الدولار. يعني كل شيء أنت ممكن تغفر له وتسكت عنه، لكن رفع سعر صرف الدولار هو سرقة مدخرات المواطنين. هاي عملية اقتصادية نقدية معروفة، أنه أنت من ترفع سعر صرف الدولار بهذه الطريقة، يعني كان ممكن تتم عملية رفع سعر صرف الدولار بالتدريج، ممكن يتم عملية تعويض للمواطنين، ممكن يتم عملية رفع بهواية أساليب، الأخوة الخبراء النقديين يعرفوها والاقتصاديين. لكن بالطريقة اللي حصلت هي عملية سرقة، وأنا أقصدها من أقول سرقة. هذا الموضوع يعني كثيرا. ليش سرقة؟ لكن كان أقوى إصرار على رفع سعر. مو هذا هو هذا اللي أضر بسمعة الحكومة. اليوم حتى اللي يريد يدافع عن الحكومة تحت أي ظرف من الظروف، ممكن يدافع لها عن هذا الغطاء. لذلك الناس حقيقة ما تحب هاي الحكومة. وتتمنى تتغير. ليش؟ يقول لك على امل يجي رئيس حكومه جديد يغير لنا سعر الصرف، لان كل الناس رواتب القطاع الخاص ورواتب القطاع العام تضررت. اللي كان راتبه يجيب مثلا 5 ورقات 6 ورقات بالشهر نزل قام يجيب 4 ورقات 350 دولار. ربما هذا السبب، يمكن دكتور اصعب هذا سبب من الاسباب. لا، هذا ربما يكون سبب باصرار قوى الاطار الشيعي حاليا على تشكيل حكومه
خدمية من أجل معالجة هذه الإشكاليات طبعا إحنا وإعادة جزء من رصدها. أنا اليوم لو تسألني بصراحة اليوم لو تسألني وتسأل الشارع اللي خلينا نقول نسميه المقاطع الناس اللي يائسين ما يعني بكل موضوعية هم ما معنيين بصراحة ما يحصل الآن من حراك وحراك مقابل. الآن هم معنيين يقول لك أنا أريد فرصة تعيين، أريد كهرباء تتحسن، أنا ما معقول أصل 20 سنة أنا بدون كهرباء. أريد سيستم واضح وصريح للحكومة الإلكترونية، أنت وين كل معاملة تروح أنت يعني بين قوسين تنذل وتتبهذل حتى تطلع مثلا إجازة السوق، حتى تطلع جواز، حتى تحول مثلا بيت أو تشتري سيارة. هاي يكون الأمور كلها تختصر وتعالج، هاي هذا طموح الناس. اما تقول لي فلان رئيس وزراء وفلان معترض وفلان طيب. يقول لك انا الاطار الشيعي اليوم مصر على ككتله اكبر على تشكيل حكومه ركز انها تكون خدميه، هدفه بان تكون حكومه خدميه وتوفر خدمات او اعاده الخدمات الى الناس، ربما يعيد جزء من الرصيده اللي فقده بالمرحله السياسيه السابقة. هو ترى الطرف يريد يبحث عن التعويض، التيار الصدري بهاي شعاراته يريد يعوض ويريد يكسب جمهور، الاطار التنسيقي بهاي شعاراته وتوجهاته يريد يعوض ويريد يكسب جمهور. بس انا اقول لك وفق البنى الدستورية والبنى العرفية لا الإطار يقدر أن يمضي بدون التيار ولا التيار يمكن أن يمضي بدون الإطار. يعني طيب. أنا ضد مبدأ أنه الآن الإطار هو أغلبية وخلي يمضي بالأمور ويترك التيار الصدري. أقول لهم يا أخوان نصيحتي وأنا مو من التيار، أقول لكم نصيحتي لا تمضون بدون التيار، لأن ما تمشي الأمور ما راح تمضي وهذا اللي حصل. التيار أقول لهم أنتم كنتوا تروح عندكم مشروع هاي بس ترى مشروعكم ما يمشي وفعلا ما مشى. لذلك هم يحتاجون رؤية عقلانية طرفين، رؤية عقلانية قانونية، وثانيا رؤية موضوعية ان انتم شراكة اخوة مجبرين عليها، اخوة مجبرين، انتم اخوة شئتم ام ابيتم، فحتى خصومتكم خلص تصير خصومة تحت السيطرة، لا تصير خصومة ظاهرة للعلن ومعطلة مؤسسات الدولة. سيد جبار، بالنسبة يعني للتيار الصدري كان مقاطع للحوار مع قوى الاطار واي قوى سياسية اخرى، لكن حواركم مع القوى السياسية الاخرى خصوصا يعني القوى السنية والقوى الكردية، إلى أي درجة كان هناك تقارب ما بين قوى الإطار الشيعي والأخوة السنة والأكراد؟ نعم، سؤال جيد. نعم، الإطاريون بعثوا بمبعوثهم السيد هادي العامري شيخ المجاهدين، فذهب شمالا وذهب غربا، ذهب إلى السيادة وعزم وذهب إلى السيد البرزاني والاتحاد وجلسا معا وخرج بنتيجة أن يجب أن يكون طاولة حوار، ودعا إلى السيد الكاظمي أخيرا، وكما قلت لكم أن الوئام مع السنة بشطر السيادة وعزم وكذلك السيد البرزاني والاتحاد من الكرد الأعزاء كلهم قالوا كلمتي الحوار أن يبدأ تحت قبة البرلمان أولا ثم نخرج بنتائج إن شاء الله مرضية للجميع. ولذلك اليوم لا مشكلة لدينا مع كافة الأطراف إلا التيار الصدري العزيز، ولذلك دعوتنا لإخواننا من التيار الصدري العزيز وعلى رأسهم سماحة السيد مقتدى الصدر، نحن إخوانك وأنت عزيز عندنا وندعوك إلى طاولة الحوار وإلى أن تجلس مع أخوانك لخدمة شعبنا جميعا، لا لأجل الإطاريين، لا لأجل المكون المعين، وإنما هنالك تعطيل للحياة العراقية كافة. ولذلك ماذا وأين تريد أن تصل سيدنا بهذه التغريدات للوزير القائد ولغيرها؟ وهنالك أيضا هنالك تصعيد لا سمح الله من هنالك من عملية اغتيال للسيد النائب خشان ولذلك باسم خشان ولا النائبة فائزة الشمري ولا غيرها، وهناك بلطجة بالشارع ونحن الإطاريون مستحيل أن نصل إلى حالة أنه نمد يدنا على أخوتنا في التيار أبدا. نعم. وهذا محرم شرعا، وعلى التيار الصدر العزيز أن ينسحب فورا من الخضراء ويترك الخضراء للقرار العراقي، للقرار الأخوة، لقرار الحوار جميعا ومنهم التيار الصدري. لذلك لا حوار والبلطجة موجودة بالخضراء، لا حوار والانقلابيون يسيطرون على مؤسسات التشريعية، لا حوار وهم يستقون
بالقنوات الصفراء التي ظهرت وشكروها أخيرا، وهنالك من يغرد معهم. نعم هؤلاء لا سمح الله الذين يريدون أن يضعوا الزيت على النار، هؤلاء لا يحبون التيار أبدا. التيار أعزاء وأخوة من قبل الإطاريين، نحن لأب واحد، نحن التشيع، وكلانا أولاد هذا الأب، المرجعية العليا في النجف الأشرف. فالتيار العزيز والإطاريون الأعزاء كلهم تابعون للمرجعية، ولا خلاف إن شاء الله، وهيهات أن نمد أيدينا على أخواننا بأي شكل من أشكال. طيب. والحوار هي رسالتنا ورسالة الحسين عليه السلام، نعم نعم، التي خرج من أجلها الإمام، خرج للصلح، ونحن نقول بالصلح إن شاء الله وبالحوار، نعم بالحوار مع أخواننا الصدريين الأعزاء. طيب، ولكن التيار الصدري سماحة السيد حتى الآن هو رافض لأي حوار معكم في قوى الإطار الشيعي، بالمقابل يعني هل يمكن أن يعني تواجهون، هل يمكن أن تكون لديكم القدرة على مواجهة الإرادة الصدرية، وهناك مشروع ربما مشروع سياسي الصدري مختلف جذريا عن المشروع الذي تتحدث به وتتخذه سبيلا قوى الإطار الشيعي، وقد يكون هناك خلاف حتى أيديولوجي بين القوتين؟ نعم، كما لا يخفى الآن المنظومة الدولية كلها مع الحوار، وقالت كلمتها، بلاسكارت كانت حاضرة، ولذلك سحب البساط من تحت مدعى الآخرين الذين يدعون أنهم الأقوى وأنهم الأكثر عددا وأنهم المليونية، ولا مليونية عندهم، ولذلك لا خيار لهم إلا أن يأتوا مع إخوانهم. المليونية انتهت، والمظاهرة الكبيرة انتهت، والصراخ انتهى، سقوط الصبات والكونكريتية انتهت، والنعام انتهى، والأبقار انتهت، وكل شيء، والبعران تم ذبحها، وإهانة المجلس التشريعي، هذه مفضوحة، كلها مرفوضة من قبل العالم ومن قبل الداخل والخارج. ونقول هذه كلها رسالة التيار الصدري، انتهت كلها، ولا رسالة إلا رسالة المحبة والأخوة. لذلك رسالة الإطاريين، رسالة جمهور الإطار، كلها رسالة محبة ورسالة منظومة كاملة وعقلاء، ويجب أن نحتكم جميعا إلى العقل والمنطق وإلى المرجعية وإلى خدمة شعبنا. شعبنا العراقي يسمع جيدا ويعي ويفرزن بين تيار الحق، تيار العقل، تيار الإنصاف، تيار الذي وقف على أسوار الخضراء، وتيار منقلب على العملية السياسية، يريد الفوضى، يريد انتهاك الدستور، يريد انتهاك القانون. ولذلك نقول للتيار الصدر العزيز، نحن معكم، ارجعوا إلى أخوانكم، فالحوار هو الأنجع، الحوار هو العقل، الحوار هو المنطق، ولا منطق غيره، والبلطجة ولت زمانها مع صدام المقبور، ولا رجعة ولا عودة للحزب، لحزب البعث المقبور، انتهى دور تماما. الآن هو دور الشعب ودور حكومة إن شاء الله منتخبة من قبل الشعب العراقي تحت قبة البرلمان. طيب. أساسها وخيارها تنطلق من تحت هذه القبة، ونقول لكم أعزاء وأخوان، ارجعوا إلى قبة البرلمان. طيب سيد جبار، كيف يمكن أن تتعاملوا كقوى سياسية، خصوصا قوى الإطار الشيعي، كيف يمكن أن تتعاملوا مع المشروع الصدري الذي كما يعلن التيار الصدري بأنه قد يكون يخلو من بعض القوى السياسية، خصوصا بعض القوى المكونة للإطار الشيعي؟ نعم، اليوم التيار الصدري في عزلة كاملة مع الأسف، ونحن لا نحب له أن يكون معزولا. أولا عزلة دولية، عزلة عراقية، المكونات كلها حضرت إلا هو، ولذلك العزلة التي يعيشها التيار الصدري واقعا مصيبة كبيرة. السيد أين يريد أن يذهب بتياره؟ مع الأسف تياره له من الخبرات الكبيرة والواسعة، ونحن مع أخواننا في التيار الصدري، ولكن أن يختزل التيار الصدري بسماحة السيد وتغريداته ووزيره، هذا مؤسف جدا. لذلك نقول للتيار الصدري العزيز، لديكم الخيار بالانضمام مع بكم، تعالوا إلينا، هلموا إلينا، نحن نحبكم، نحن نريدكم، نحن معكم. فلنترك لغة الاستقواء، لغة الانعزال، ولغة الأصرار، ولغة الفرعنة بهذه الاستعلاء، لغة المخاطبة الاستعلاء عبر التغريدات لا سامح الله، ومخاطبة
هذه اللغة، اللغة الفرعونية انتهت وظلت، ويجب أن نتواضع جميعا لإخواننا، لشعبنا، أن نكون متواضعين من خلال تغريداتنا، من خلال خطاباتنا، من خلال لغتنا، من خلال مظاهراتنا. نعم يجب أن نحتكم كما قلت لكم إلى خيار الشعب الذي يقول إلى المرجعية. نعم، ولذلك عليكم أعزائنا أحبائنا، خل نترك، خل نغادر اللغة الفرعونية، لغة الخطاب الفوقي، لغة الاستعلاء، ونأتي إلى التواضع عبر شهيدنا الشهيد الأول محمد باقر الصدر، وعبر شهيدنا الثاني محمد صادق الصدر، ونترك لغة البلطجة، هذه اللغة التي لا تنفع شعبنا أبدا. طيب دكتور أسامة، الخلاف الموجود حاليا هل هو خلاف رؤية سياسية، لو خلاف مشاريع، لو ممكن أن يصل إلى خلاف أيديولوجي بين القوتين الشيعيتين؟ هو بصراحة الخلاف مو جديد، يعني اللي بدري حضرتك جنابك إعلامي واللي متابع من بدأت العملية السياسية، كان أكو تباين بالرؤى، بالرؤى وبالتطبيق طبعا، بالتشكيل. إحنا نذكر كل تشكيل حكومة مثلا كان 2006 2007 صدرين شاركة، وبعدين انسحب السيد مقتدى الصدر، سحب وزراء، بعدين من 2010 شارك، وبعدين يعني كانت اكو هكذا، والكل مشارك 2015 2016 ايضا كان اكو الكل مشاركين بالعمليه بس السياسيه، بس كانت اكو نوع من يعني ما اريد اقول خلاف، ما وصل الخلاف، لكن كان اكو تباين، ما كان هسه مسمى تيار واطار، كان اكو مسميات المعروفه الحزبيه على مستوى القائمه، مثلا كانت مسمى دولة القانون، او مسمى اي كانت المسمى الائتلاف الوطني، التحالف الوطني بالضبط. لكن كانت اكو تباين، لكن هذا التباين ما وصل الى حد انه يصير مثل هذا الان التعطيل اللي حاصل. اليوم وصلنا الى مرحله انه عدم الخلاف، حل الخلافات والتباينات القديمه، وصلنا الى مرحله انه وصلت استفحلت، وصلت الى خلاف مشاريع، جهه عندها مشروع، رؤى ومشروع، اغلبيه باقصى بعض الجهات السياسيه، وجهة سياسية عندها مشروع لإدارة البلد بحكومة توافقية، هذا خلاف مشاريع، لو أكو أصلاً خلاف أيديولوجي ربما سيظهر للعالم فيما بعد. طبعاً إذا على مستوى التقليد والهاي تعرف أكو بها تفاصيل، باعتبار القوتين هي أصلاً قوة دينية. بالضبط صحيح، لكن أنا أقول لك أنه اليوم أنه إحنا الدولة العراقية هي ليست دولة شيعية، الدولة العراقية دولة مكوناتية، هذا ما ينص عليه الدستور، وبالتالي انت عندك مكون سياسي سني، عندك مكون سياسي كردي، طيب، عندك ايزيديين، عندك صابئة، عندك هاي، انت الدوله مو فقط انه المجتمع العراقي مجتمع شيعي صرف، وان كان الشيعه هم الاغلبيه. خلينا نجيب الشيعه الاغلبيه، الشيعه الاغلبيه دكتور اسامه، الشيعه مو كلهم صدريين، صح، ولا كلهم دوله قانون، ولا كلهم دعوه، ولا كلهم مجلس اعلى، ولا كلهم بدريين، صحيح، الشيعه ايضا بهم مستقلين، صح، بهم علمانيين، صح، بهم ليبراليين، بهم شيوعيين، مضبوط، ممكن فرض إرادة شيعية، ما نحكي على إرادة على البلد كلها، فرض إرادة على الشيعة الموجودين وقيادتهم. لذلك أنا ليش قلت لك في بداية البرنامج، قلت لك أكو نسبة مقاطعة 65%، راجع هسه راجع لستة المحافظات، هسه ما أريد أقول الشمالية والغربية، جهات سياسية قاطعت الانتخابات لم ترشح، بالضبط، الوسط والجنوب، شوف نسبة المشاركة مال الوسط والجنوب إيش قد، ومن هم المرشحين اللي فايزين مالتهم، هم فقط يمكن عدا القوائم التشرينية اللي شاركت، يعني مشاركة خجولة، هم كان يكون قسام بين التشرينيين انه يشاركون او ما يشاركون، لكن انت بالعموم ترى نسب المشاركة ما مشجعة، يعني ماكو محافظة وصلت 30% في احسن الحالات. مو المفوضية اعلنت 40%؟ المفوضية اعلنت باللي ماخذين بطاقة الناخب. اها. وحتى ال 40%. نعم. يعني ما مشجع، يلا تجاوز اي لا 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 وياك، لا صحيح، المفوضيه اعتمدت اللي اخذوا البطاقات، اما زين اللي ما مسوي بطاقه هذا هم تحسب، هذا هم مواطن، احنا ليش انا شفت من الناس اقول يا اخوان، يعني البرلمان اصلا ايش قد يمثل حاليا من، يعني خلي نمثل يعني في احسن الحالات، ما ارد اظلمه ويقولون اسامه قاعد كيف يقسم، لكن خلي في احسن الحالات خلي يمثل 25% من المجتمع اللي لهم حق التصويت، هذا ربما توقع متفائل. اي يعني هاي انا ردت حسبت يعني بالزايد مثل ما نقول. لذلك انا اقول لك نسبه الشارع، انا ليش اقول دائما اقول لهم عمر العمليه السياسيه مو مرهون بالصراع اليوم اللي حاصل الحاصل، عمر السياسي، عمر العمليه السياسيه مرهون بالنسبه، عندك جيل، عندك جيلين 20 سنه، اسال المفوضيه ايش قد مطلعين بطاقه ناخب، كل سنه قاعد تنضم مواليد جديده 18 سنه من حقهم يصوتون، وهذول ما يروحون للمفوضيه يطلعون بطاقه ناخب. هم هذا تاكل العمليه السياسيه ترى،
هذا اللي شرعية النظام السياسي، هاي شرعية العملية السياسية. فإحنا أخوان خلينا ننشغل، مع احترامنا أرجع وأقول للإطار والتيار، لا ننشغل بالخلافات والتباينات بالرؤى وبالأفكار وبالمشاريع، خلينا ننشغل بهذا الجيل شلون نستقطبه، ننشغل بهذا الجيل شلون نخلي نحمسه، هذا الجيل شلون نخلي يصير عنده أمل مو يصير عنده يأس. لأن إحنا بعلم النفس يقول لك من أنت عايش المجتمع بيأس وقنوط بعدين راح تمرر عليه المشاريع اللي تريدها. احنا ما نريد بعدين مجتمعنا يتقبل بعدين اي مشاريع خارجيه، لان يعني جراء الاحباط والياس اللي يعيشه. لا تعيشون الناس باحباط، خلي عيشوا الناس بامل، وبالذات عيشوا الشباب بامل. اما احنا الان بوفق هذا، وفق المنظور الان، وفق المسرح السياسي، انا اقول لك قمه بالاحباط، قمه بالاحباط الان احنا دنعيش. استاذ العلوم السياسيه جامعه النهرين دكتور اسامه السعيدي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك يا دكتور اسامه. وكذلك الشكر الجزيل لكم عضو تحالف الفتح السيد جبار المعموري، كنت ضيفا كريما مباشرة بصوت وصورة من ساحة الاعتصام عند سوار المنطقة الخضراء. شكرا لكم سماحة السيد، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.